لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يعطيكم العافية، رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. فيديو اليوم عجيب غريب بمعنى الكلمة. النتيجة اللي صارت كانت واو، يعني شيء غريب وشيء غير متوقع. خل أعلمكم وش سالفة فيديو اليوم. بهذا الفيديو أنا بغيت أن أنا أطبق التكنيك تدوير اللوحة، يعني بمعنى أن إحنا بعد ما نسكب الألوان على اللوحة بالطريقة اللي إحنا نبيها على حسب ما إحنا حابين، أن إحنا بعدين بنجي بندور اللوحة بسرعة معينة بحيث أن الألوان تنسحب للخارج من كل الجوانب، وهذا اللي بيعطي تأثير اللوحة النهائي. وين جبت هذه الفكرة؟ هذه الفكرة أنا شفت فيديوهات كثير، خاصة فيديوهات أمريكية، هم يستخدمون عبارة عن قرص معين، إنزين تنحط، هو قابل إنه يدور يدوي بحيث إنه يحطون على اللوحة، وبمرحلة التدوير إنه بيدورونها فبتصير تلف معهم، وهذا اللي بيخلي الجاذبية تسحب الألوان للخارج وبتعطي بالتالي تموجات وتأثيرات اللي هي تشكل اللوحة. إنزين الحين صار لي حوالي أسبوعين قاعد أفكر من وين أحصل هذا القرص، من وين أحصله. بعدين جاتني الفكرة إن أحاول إن أنا أصنعه بروحي، فقطع بسيطة شغلات موجودة عندي في المطبخ إن حاولت إن أنا أركب، وصار معي فعليا عندي القرص هذا إنه شغلة تدور تصلح إن أنا أحط عليه اللوحة. ولكن المشكلة الوزن الخفيف وقت تدوير اللوحة بتصير إنها ما تكون ثابتة. يعني إنزين في تنفيذ اللوحة ان انا سكبت الالوان الاكريليك عن طريق المشخال مال المطبخ، زين، او المصفاة، وكان كل شيء اوكي تمام لين ما جيت حق مرحلة تدوير اللوحة، وهني صارت الكارثة. مثل ما بتشوفون في الفيديو ان انا ما كنت قادر اسيطر ابدا على اللوحة، لان كل ما احاول ان انا افرها او الفها او ادورها انها تتحرك من مكانها. قدر المستطاع حاولت ان انا احاول ان انا امسكها، احاول ان انا يعني اوازنها، اخليها بحيث انها ما تتحرك وايد. بلحظة من اللحظات اللي كنت وانا افر اللوحة او ادورها، اللوحة طارت مني كذا متر، وطبعا وسخت الدنيا وكل شيء صار عبارة عن نقط الوان. فكانت النتيجة حسسوني فعلا ان انا جبت هدف، ان هذه الكرة دشت المرمى. يعني بالفيديو بتلاحظون ان انا فريت اللوحة على مرحلتين. ليش؟ ان انا اصلا سكبت الالوان على مرحلتين. المرحلة الاولى انزين، وبعد ما سكبت فريت اللوحة وصار التأثير وكانت اللوحة وايد حلوة، كان ممكن ان انا اكتفي بالمرحلة هذه وتكون اللوحة بيرفكت بالنسبة لي، ولكن الطمع انزين حبيت ان انا اسوي المرحلة الثانية، ان انا اقلب المشخال واسوي مرحلة ثانية من السكب علشان ارجع مره ثانيه افر اللوحه وتعطي انطباع افضل. هني لما صارت الكارثه وطارت اللوحه، طبعا اللوحه تدمرت خلاص، يعني ما تصلح، نظري شايفها ان خلاص اختربت كذي. ولكن عندي صديقي المستشار القانوني استاذ محمد فوزي، هو يقول ان اللوحه حلوه كذي، انا اختلف معه، ولكن ممكن انا استفيد منها في المستقبل ان انا اعطيها معجون انزين واستخدمها كلوحه ثانيه. طبعا انا كالمعتاد في مونتاج الفيديو شلت اجزاء كثيره منه، ولكن قدر المستطاع حبيت ان انا اخلي لكم بعض المقاطع اللي توضح شلون انا ما كنت قادر اسيطر على اللوحه، وخاصه المقطع اللي هو طارت اللوحه من على طاوله العمل، علشان تفهمون شو المشكله. اي حد من الشباب او الصبايا اللي يدري عن هذا القرص، شافه او جاء سمع عنه، الناس اللي تشتغل في الاكريليك او الرسم بصفه عامه، إذا يعرفون وين موجود هنا في السلطنة، في مكتبة، بأي مكان يباع، يا ريت بس يعطوني فكرة. وكالمعتاد أي حد عنده تعليق، أي حد عنده ملاحظة، أي حد عنده نصيحة لي، يا ريت لا تبخلون فيني. شكراً.